من دمه أول قطرة من دمه يغفر الله له. علي العبود من مركز دار السلام. نحن اليوم كان عنا احتفالية بتأسيس بذكرى الثالثة لتأسيس شرطة حلب الحرة. نحن من حوالي 3 سنين أو أكثر شوي كمان قمنا نحن ضباط مجموعة من ضباط شرطة المنشقين وصف الضباط وعناصر شرطة المنشقين وبعض الأخوة المدنيين اللي طوعوا معنا من بداية التأسيس قمنا بتأسيس مراكز شرطة بكل محافظة حلب مدينة وريف. آذنونا طبعا وساعدونا المجالس المحلية ساعدونا الجيش الحر بإمكانياتهم يعني المتواضعة كمان بعض المنظمات المدنية مثل هيئة المحامين الأحرار كمان ساعدونا الله يجزيهم خير. يعني بدأنا من لا شيء بصراحة من إمكانيات معدومة شبه معدومة لحتى قدرنا نأسس المؤسسة الحمد لله بجهود الأخوة اللي حكيت عنهم وقدرنا نعمل حوالي 60 مركز شرطة بالمدينة والريف بحلب وانتقل كمان لمحافظة إدلب ولمحافظة اللاذقية وحاليا إن شاء الله عم نسعى لمحافظة درعا كلها لتأسيس نواة لوزارة الداخلية مستقبلا بإذن الله بالدولة السورية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس شرطة حلب الحرة قام السيد العميد أديب الشلاف قائد شرطة حلب الحرة بتكريم عدد من ذوي الشهداء الشرطة الحرة وتقديم جوائز ومكافآت رمزية لعناصر الشرطة المتميزين في شرطة حلب الحرة. طبعا حضر الفعالية عدد من الضباط وصف الضباط والشرطة بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني رؤساء المجالس المحلية هيئة محامين حلب الأحرار بالإضافة إلى الأهالي ذوي الشهداء.